متابعي كرة القدم، نقدم لكم اليوم موعد مباراة الأهلي وبتروجيت التي تقام بالجولة 33 من الدوري المصري لكرة القدم هذا الموسم، حيث تقام المباراة الأحد 22 إبريل 2018، كما نقدم لكم القناة الناقلة للمباراة بالتفصيل. وتقام المباراة على ملعب استاد الجيش بالسويس، ويدخل فريق الأهلي هذه الجولة ويحتل المركز الأول بالصدارة برصيد 82 نقطة، كما يحتل فريق بتروجيت المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة. وتقام مباراة الأهلي وبتروجيت القادمة الأحد 22 إبريل 2018 في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والثامنة بتوقيت الإمارات، والسابعة بتوقيت السعودية والعراق والكويت وسوريا، والرابعة بتوقيت جرينتش والمغرب. كما تذاع المباراة بث مباشر عبر قناة النيل الرياضة وأون سبورت وديم سي سبورت. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.